سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، ودائما فيديوهاتي كيوصلكم وانتوما ظريفات وزوينات وناشطات. ليا بالاخص تكونوا ناشطات البنات، ضروري. راه ما يمكنش، راه كما نقولوا عندكم واحد الوسيله باش انكم ديروا النفس، وانا عارفه عندكم النفس وتبارك الله عليكم قويات، ولا حطيتوا شي حاجه في راسكم غديروها وتوصلوا ليها ان شاء الله. هادشي راه ما محيدوش لي، زعما ما عنديش فيه ولو غرام ديال الشك، ولكن خاص غير شويه لا موتيفاسيون واحد الدفيعه. دونك انا هنا باش نعطيك ديك الدفيعه. صافي، اليوم غادي نهضر لكم على الصيام المتقطع. الصيام المتقطع والطريقه اللي غتستافدوا منها منه. نرجع نهضر لكم على الصيام المتقطع. انا شنو قلت؟ انا ما عنديش مع ديك القضيه ديال تجيبي لي شي برنامج وتقول لي حكا في جروب فلانه ولا جروب فلانه. شوفي، احسن حاجه هي الصيام المتقطع، وعن تجربتي راه نقصت به 5 كيلو في مده اسبوعين. وغير 5 كيلو يعني ما كنتش فيها منضبطه 100%، نقدر انني نقص حتى 10 كيلو داكوغ، ولكن انا ديما كنبغيها شويه بشويه. ما عنديش مع ديك القضيه ديال نزرب، حيت كاين اللي كيدير الصيام المتقطع وكياكل غير وجبه واحده كيبقى يشرب في الماء وداك الشيء. انا من الناس اللي كندير الصيام المتقطع وكناخد 2 حتى 3 الوجبات ديالي، وكنحبس الماكله وكنعطيها لشرب الماء او لي ديتوكس لي تيزان. كتلاحظوا معايا انا كنشرب القرفه بزاف، لان القرفه خل ديال التفاح احسن حاجه اللي ممكن انكم تشربوها وانتم دايرين الصيام المتقطع، وغتشوفوا النتيجه رهيبه. وقبل من هادشي كامل وندخلوا في التفاصيل، الصيام المتقطع انك بعدا غتاخديه لصحتك. عرفتي شناهي الصحة ديالك؟ أنا ما كنتش لك، كنت عندي واحد الخمول، عرفتي داك الخمول اللي ما تنوضي الصباح وما معكزانة والجسم ديالك تقيل عليك. إين فوا كتبداي الصيام المتقطع، سبحان الله العظيم 3 أيام الأولى، والبنات اللي مجربينو يردوا عليا الخبر، 3 أيام الأولى كتشوفي التغيير عجيب، كتولي عندك واحد الطاقة، واحد الإنرجي خطيرة، كتمشي كدوز النهار ديالك بخير وعلى خير. علاش؟ لان الجسم ديالك بدا كيتخلص من دوك السموم، وصيغتو السموم اللي كتكون مجموعه عندنا في الكبده، لان الكبده هي الموتور ديالنا. علاش؟ تخثر الدم وداك المشاكل والارتخاء وداك الشيء اللي كيجينا، اللي كيجينا ان الكبده ديالنا عمرات لي دم وتخطخت. فالصيام المتقطع فهو كيغسل لينا الكبده، بالاخص الا شربنا معاهم شي حويجات اللي غيساعدونا، ولكن هادو فيديو اخر. غادي نهضر لكم على واحد المكمل غذائي خاصو يكون عندكم اوبليغاتوار فاش كتكونوا كديروا الصيام المتقطع. هذا موضوع غادي نشارككم معكم المره الجايه، وغنوريكم لو برودوي اللي كنستعمل انا او المكمل الغذائي اللي كنستعمل. بالنسبه للصيام المتقطع شنو غادي ندير؟ كنبدا انا كنحبس الماكله مع 8 ديال الليل كنحبس الماكله. يعني شنو كنحبس الماكله؟ الماكله فريمون تنحبسها، ما كاين لا سكريات لا دهنيات لا حتى حاجه، لا جاني الجوع لا ما جاك الجوع. جاك الجوع كتمشي تديري لي، علاش نقول لكم لي ديتوكس؟ في لي ديتوكس هما ما هو راه ما كاين ما احسن من الماء، ولكن الا زدنا عليه بعض النكهات اللي هما طبيعيه، باغ اكزومبل انا كنزيد القرفه، نقدر نزيد الليمون مع البرتقال، غير طري لي طرونش، ندير غير حبه حبه من الحاجه باش ما يجينيش عاوتاني طخو اسيد وما ديرش ما يديرش ليا الحموضه. فاش كنا كندير انا تندير سميتو كنشد كنخلط. دونك فاش كيجيني الجوع ولا شي حاجه كنبقى نشرب داك الماء. ويلي نفريد كاع جاك الجوع كتاخدي زبادي بدون سكر، لان الزبادي عامر بالبكتيريا النافعه للجسم ديالنا، دونك يعطيك واحد كيعطيك الشبع، ومن ثم ما كتبقايش، وحتى هو مفيد بزاف. هذيك الفتره اللي كنكونوا تنديروا فيها الصيام المتقطع كيفيدنا بزاف في الجسم ديالنا. هذه حاجه. الحاجه الثانيه كان صافي كتحاولي معاش كنبدا انا الصيام، يعني كنساليه كنبدا كنقطع الماكله مع 8 وكنبداه ما كناكل حتى ل 12 داكوغ، ما كناكل حتى ل 12. علاش؟ حيت في هذيك الفتره ما بين 8 و حتى ل 12 كتعرفوا ان عندنا الانسولين في الدم، دونك حنا كاملين عندنا، غير كل واحد وكيفاش الطريقه عنده والخزان كيفاش تيخدم عنده. داكوغ، ما غاديش ندخل معكم في التفاصيل لان كنمشي للميتي ديالي، ولكن نعطيكم غير التجربه ديالي انا، يعني داكشي اللي كنديرو
باش نوصل لنتيجه مرضيه وصحيه. فالجسم ديالنا فاش كيولي عندنا داك الصيام المتقطع، علاش كنقول لكم ما تاكلوا السكر؟ فاش كناكلوا السكر فهذيك المرحله كامله ديال الصيام ديال الماكله اللي كتكون عندنا الحق ما بين 12 حتى 8، نحاولوا اننا ما ناكلوا السكريات السريعه، ديك الحلوه ولي غاطو وداك الشيء حاولوا انكم تحيدوا، نحاولوا ناكلوا السكريات الطبيعيه، حيت علاش كتاخذ الوقت باش انها كتهضم. وفي الليل تما فين كتبدا عمليه ديال النقص، يعني الانسولين كيخصو يدخل، يعني كيحارب لينا دوك، كيبقى خصو السكر. دونك فاش كيشوف لو كور ديالك ما فيش السكر كيولي يستهدف لينا دوك المناطق اللي هما فيهم الدهون اللي كتكون مركزه، بالاخص في المناطق اللي كيكون مركزين فيها دوك الدهون، سواء المنطقه ديال البطن، سواء الارداف، سواء الكتاف، الجسم ديالك. دونك حنا في هذيك المرحله فاش كنوصلوا ل 12 وتجينا شويه الجوع وداكشي ماشي مشكل، كنصبروا. عندك 3 ايام الاولى فقط، وكون على اكيد غادي تولي فيها لدرجه ما نعاودش لك 3 ايام لو كور ديالك غيتبدل كومبليتمون، وما عندكش مع صغير يولي ما عندكش مع السكر بزاف. انا من الناس اللي ما كنشربش، ما كناخذ السكر بحال القهوه وداكشي، ما كنديرش فيها السكر. لي تيزان ما كنديرش فيهم السكر، الا اتاي كندير فيه شويه ديال السكر او العسل، ما كنقدرش اوتوماتيك مفراسي ما كنقدرش نحيد اتاي، ما نقدرش. ولكن شي حاجه اخرى من غير اتاي، ونحاولوا نبعدوا على لي غاز، كاع الحاجه اللي فيها لي غاز بحال كم عارفين المشروبات الغازيه، نحاولوا نبعدوا على هذيك الفتره. تشهيتي مره في الاسبوع هرسي الصيام ديالك، مره في الاسبوع كل اللي بغيتي يا لاله. غتقولي لي زهر شنو غادي نديرو؟ الرياضه من الاحسن، ديما تنقولها لكم من نهار عرفتكم تنقول لكم احسن رياضه واحسن توقيت للرياضه هو الصباح. علاش؟ لان الجسم ديالنا كيكون دار واحد العمليه في الليل، انه باش كياكل لي دوك السكريات المخزنه وباش انه كيمشي لي دوك الدهون المخزنه. اما الا مشينا درنا الرياضه فغادي نحاولوا ان الريتم ديالنا، غندير الرياضه مع الصباح وغتسني الماكله حتى ل 12، دونك الريتم ديال يعني كيوليو بصح لينيرجي ديالك كتزاد، دونك كيوليو داك المنطقه كما قلت لكم نفس كيولي يمشي يقلب لك على كيدخل عاوتاني في الاعماق الشحم اللي عندك باش انه يلقى ما ياكل، وكياكل دوك السكريات المخبيه. في المده ديال الاسبوع الاول غتشوفي النتيجه، وعلى حسابي وعلى ضمانتي النتيجه غتشوفيها. حاجه واحده اللي كنصح، ان تشربوا على اقل جوج اطرو في النهار ديال الماء، لان عندك الحق شربي القهوه، شربي خدي اي حاجه ما فيها السكر، اي مشروب ما يكونش فيه السكر، بعدي غير من المشروبات الغازيه، وعيشي ليا الحياه. غتشوفي التغيير في البشره ديالك، غتشوفي التغيير في شعرك، غتشوفي التغيير في الجسم ديالك، والتغيير في الصحه ديالك، وغتشكريني على هذا الموضوع، حيت شي حاجه اللي هي مهمه جدا خاصك تعرفيها، ان الصيام المتقطع وان اي حاجه مذكوره في القران كنامن بها. حسن ليا من الريجيم، حسن ليا من الجروبات، حسن ليا من ما نعرف شنو. الصيام المتقطع، الماكله مزيان، والرياضه والنعاس، غتشوفي التغيير في الحياه ديالك كامله. ايوا كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، جربوه. ملي غتشوفوا الفيديو بغيتكم نهار تشوفوا الفيديو تبداو هاد التشالنج، هذا تحدي ديال الصيام المتقطع، وانا عطيتكم بعض النصائح اللي ممكن انكم تاخذوها وتقدري تنقصي حتى كما قلت لكم. الا كنتي مراه وقاده وباغا توصلي لوبجيكتيف ديالك، ثلاثه الاسابيع تقدري طيحي فيها 10 كيلو. الا كنتي مراه وقاده 10 كيلو ما غادي يجيك لا فقر الدم، ما غايجيك لا سخفه، لا حتى شي حاجه. صيام متقطع، اكل صحي، شرب الماء، رياضه ثلاثه المرات في الاسبوع. تقول لي شحال مره؟ ثلاثه المرات في الاسبوع. لي تشالنج اللي كنعطيكم ديال 10 دقائق نديروهم يوميا، انت شنو خاسره؟ وننظم الوقت ديالي ديال الرياضه، درتها مع 10 الصباح خاصني الغد ليل مع 10 الصباح ندير الرياضه، بحال الصيام المتقطع.
علاش؟ لانك تسول في الجسم ديالك هو غادي وتيحرق، الجسم ديالك غادي وتيحرق 24 ساعه هو تيحرق، انت جالسه هو تيحرق، كيتسنى كنعاود ثاني ملي كتوصل ل 10 غتعاودي طلقي التريني وكيولي غادي معاك الجسم ديالك، سبحان الله كيولي بحال مبروغرامي عليك، انت اللي غتولي كتحكمي في الجسم ديالك والشهوه ديالك الماكله وبزاف د الحوايج. فجربوه ردوا عليا الخبر وخليوا لي النتائج ديالكم هنا، واللي فايته مجربه صيامتهم المتقطع خلي لي دي كومونتير هنايا باش حتى انا نشوف وناخذ افكار وناخذ كل واحد كل وحده وشحال طيحت بي. انا بغيت تقولوا لي شحال من وحده شحال كطيحي في الصيام المتقطع بالنسبه للبنات اللي فايته مجربينه. اوكي يلا البنات خليت لكم الراحه، كنتمنى الفيديو نال اعجابكم، ما تنساوش انكم ديروا بارطاج للقناه والانستغرام، ومرحبا بكم في لي تشالنج ديالي، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، واي حاجه بغيتوني نهضر لكم عليها خليوها لي في لي كومونتير.